أعزائي متابعي قناة روابينا، نحييكم في هذا المساء الجميل، وبناء على توصية من العديد من مشتركي قناة روابينا بخصوص تجفيف الفطر. احنا سبق وشرحنا عن موضوع تجفيف الفطر والاحتفاظ فيه لأطول مدة ممكنة، ولكن الكثير كان يتساءل عن طريقة التجفيف. وطبعا في ناس كثير يجفف بالشمس، بالشمس يتعرض الفطر يعني للعوامل الجوية والغبار، وغير مجدي انك تجفف في الشمس او في المناطق المفتوحة. لذلك صممنا جهاز يعني بسيط جدا، لا يكلف شيئا، يعني يمكن يكلفك شيء بسيط، دولار يمكن واحد، وهو عبارة عن كرتونة. هاي كرتونة، كرتونة أي شيء، كرتونة شيبس، كرتونة شاي، كرتونة أي كرتونة تلاقيها في أي مول أو في أي سوبر ماركت أو في أي بقالة يتخلصوا منها. فتلاقي هاي الكرتونة تقريبا 40 في 50 في عمق 30. وطبعا نعملها فتحة بهاي الطريقة، هاي فتحة زي هيك، وفتحة من الأعلى على أساس بخار المتكون من الفطر يطلع من هاي الفتحة، وهاي فتحة لإدخال الفطر، ونوصلها في لمبة. هاي اللمبة من الداخل، هاي لمبة عادية مش لمبة توفير، لمبة التوفير ما تنفع، بدك لمبة اللي هي تحتوي على سلك التنجستون، لمبة 100 واط مشان تعطي حرارة. لمبة التوفير ما بتعطي حرارة، بدك لمبة اللي هي 100 واط عادية، توصلها بالتيار الكهربائي كما هو واضح هنا. هاي التيار الكهربائي، توصلها بالتيار الكهربائي وتعطي درجة حرارة على أساس تجفيف الفطر. طبعا الفطر أي نوع فطر ممكن تستخدمه، سواء كان أجركس أو محاري، هذا محاري من إنتاجنا. بدنا نجفف مثلا الكمية. طبعا قبل البداية، يعني من البداية لازم التعامل مع الفطر لازم يكون بالتعقيم. نعقم الأيدي ونعقم الأدوات بمادة معقمة مثل اليود أو غيره بهذه الطريقة، ونبدأ بقص هذا الفطر إلى شرائح بهاي الطريقة. نقصه إلى شرائح، هاي الشرائح اللي هي يراد تجفيفها، نقصه إلى شرائح بهاي الطريقة ونفرده في طبق على أساس نقوم بتجفيف هذا الفطر. ليس جاف هذا الفطر، يعني لسه بعده تقريبا، هذا قاطفينه قبل 3 أيام. نفرد الكمية في الصحن بهاي الطريقة ونضعها. أنا في عندي فطر جففته، هذا اللي هو شوف كيف حجمه تضاءل، دلالة انه كل السوائل طلعت منه. نضع هذا مكان هذا بهاي الطريقة، وطبعا بدك تتركه 24 ساعة على ما يجف نهائيا. تغلق المدخل اللي هو مدخل النشافة هذه اللي هي بسيطة جدا، وهذا الفطر اللي جففناه أصبح يعني جاف جدا، لدرجة انك ممكن تفركه بايدك بهاي الطريقة، تفركه او تضربه على يعني على اللي هي المولينكس الى ان يصبح باودر. بعد ما يصبح باودر، يعني طبعا جف لدرجة صار يعني ممكن انك انت تفركه باليدين بهاي الطريقة، بتفرك
نفركه بهذه الطريقه، او تدقه في اي مثلا هاون او نجر او مدقه يعني، او تحطه بالمولينكس وتضربه الى ان يصبح باودر، وتحتفظ فيه في وعاء زجاجي مغلق الاحكام، وتحطه في اي خزانه. هذا يقعد عندك، تقدر تستعمله لمده 6 اشهر. تاخذ منه معلقه وتحطه على حبيبات القمح. وانا تذكر انه في الفيديو السابق تبع تجهيز الميسيليوم استعملت الفطر الناشف، وبالمناسبه هاي اللي هن الاسبوع هذول صار لهم عمرهم 8 ايام، هذول مستخدمين فيهن اللي هو الفطر الناشف، وهي انتشار الميسيليوم. طبعا هذا مش كامل، انتشار جزئي، هاي 8 ايام ما شاء الله يعني قرب يصير البرطمان كله ابيض. هذا لانه حجمه اكبر، مناطق انتشر بيها الميسيليوم، هاي الميسيليوم اللي هو اللون الابيض، ومناطق لسه، لانه لسه هذا بده يقعد لغايه لما يصير 14 يوم. وهذا كمان الكيس برضو انتشر فيه الميسيليوم كما تلاحظون، انتشر الميسيليوم على اجزاء كبيره من القمح. وهذا لسه فاضل له كمان بده 5 ايام او اسبوع على اساس ينتشر كامل في على حبات الحنطه. وهذا الميسيليوم راح نستخدمه في الدوره اللي هي الثالثه اللي قاعدين نجهز لها الان. وبهذا القدر يعني احنا نكون القينا الضوء على جهاز تجفيف الفطر اللي هو يعني يعتبر جهاز يعني جهاز بسيط جدا ولا يكلفك شيئا. في اجهزه موجوده في الاجهزه الكهربائيه، محلات الادوات الكهربائيه يبيعوا اجهزه لكنها مكلفه يعني ممكن، انما هذا يفي بالغرض ويعطيك نتائج 100%. وما هو عباره عن لمبه بسوكه بسلك وكرتونه كما اسلفت. ورجاء خاص لاخواننا اللي هم متابعي قناه روابينا، لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب وتفعيل جرس القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.